تمتلك شركة الفوعة أكبر مزرعة عضوية في العالم لنخيل التمر. لدى المزرعة نظام ري أوتوماتيكي عالي الكفاءة يضمن توفير المياه للمزرعة بأكملها. ها هم المزارعون يقومون بالاعتناء بأشجار النخيل بدقة وعناية، وخصيصا في مواسم القطاف. مزرعة الفوعة العضوية مقسمة لأقسام متنوعة، وذلك حسب نوعية وأعمار الأشجار. المزرعة هاي نحن مثل ما نحن شايفينها تحتوي على ما يقارب 62 ألف نخلة. جميع النخيل اللي موجودة في المنطقة هنا، هذه بمنطقة الفوعة بالأحرى، هي نخيل عضوية تعامل معاملات عضوية وفق المتطلبات من ناحية الأسمدة ومن ناحية المكافحة المتكاملة، بحيث أن جميع المنتج اللي نحن نصدره أو اللي يسوق للسوق المحلي خالي نهائيا من أي مبيدات، سواء كيماوية اللي هي ترش على الثمار أو أسمدة كيماوية تستخدم في إنتاج الثمار.